برضه كان كده شريف مدكور كان جاب جول وحصل مشاكل عليه يعني. والاسماعيلي ده كان اول بطوله دي بتاعت النادي الاسماعيلي بعد 5 مايو لاول مره في تاريخ حياته. خدته بقى المكافاه وقتها كانت مكافاه دوري، اول بطوله دوري تدخل نادي الاسماعيلي والله مكافاه برضه. والله يا كابتن انه الدوري ده الدور الثاني كله الدور الثاني وقفوا المكافآت كلها، كانت مكافآت 5 جنيه و10 جنيه وحاجات كده. فوقفوا المكافآت الدور الثاني بالكامل. ليه؟ لأن احنا في الدور الثاني 12 ماتش لعبناهم. الفريق كله ثابت. 12 ماتش. كسبنا 11 مباراة وتعادلنا مع السويس في السويس، الكرة بتمشي على خط المرمى مش عايز تخش. عايز آخد منك برضو دلوقتي وحضرتك موجود معانا شهادة للتاريخ. في ناس دايماً أصحاب نوايا سيئة بتلعب دايماً على نغمة الأهلي والإسماعيلي فترة التهجير، بالرغم ان الكابتن سيد بازوكا كابتن علي ابو جريشة نفوا كل الكلام ان الاهلي ما استقبلش الاسماعيلي في الفترة دي، لكن النهاردة حضرتك موجود معانا عايز اخد منك برضو شهادة للتاريخ عن الفترة دي موقف النادي الاهلي وقتها. كابتن طول عمر النادي الاهلي يعني المؤسسة العالمية دي لا يمكن طول عمر العلاقة حتى رغم الناس كان بتقول مثلا العلاقة بين الزمالك والاسماعيلي اقوى انما طول عمر العلاقة بين الاسماعيلي والنادي الاهلي قوية جدا جدا. النادي الاهلي اول نادي عمل لنا حفل التكريم اصلا بعد كاس افريقيا، ودانا درع النادي الاهلي واول نادي يعني لما خدتوا بطولة الدوري النادي الاهلي هو لا بعد حتى بعد بطولة افريقيا بعد افريقيا انما بعد النادي لا انما بعد بطولة الدوري يا كابتن اول واحد النادي الاهلي عرض علينا يا لانه حصل تهجير وكنا لسه ما مش قاعدين في مركز شباب الجزيره ده اللي الشركه بنيته لنا كمبنى مؤقت، وعرض علينا النادي الاهلي الاستضافه وعرض علينا نادي الزمالك الاستضافه. فبعد بس اللي حصل ان احنا قعدنا في استراحه نادي الزمالك اللي هي تحت مدرجات بس الدرجه الاهلي الاولى عرض هو اول واحد كان عرض علينا النادي الاهلي انما قعدنا بعد كده الاستراحه كلها قعدنا في يعني في الفتره دي لغايه ما رحنا انتقلنا بعد كده للنادي مركز شباب الجزيرة في المبنى المؤقت اللي احنا النادي عمله لنا عشان اشتغلنا فيه الترتيب والإعداد لبطولة أفريقيا باعتبارنا كنا احنا آخر نادي ماخد أبطال الدوري. أيوه. وبدأت بطولة أفريقيا ومفيش دوري في مصر. النادي الإسماعيلي كان بطل دوري 65 67 فانتقلنا بقى للمقر ده وخدنا كنا في ظروف صعبة جدا جدا يعني انما في لا 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 خالي الكلام كله خالي من الحقيقه. موضوع النادي الاهلي ما عرضش عرض بقول لحضرتك مرتين بعد الدوري وبعد كاس افريقيا اول نادي ياخد بطوله افريقيا اول نادي يا كابتن لما بدات بطوله افريقيا 69 70 النادي الاسماعيلي اشترك طبعا باعتبار الدوري كان واقف في مصر والنادي الاسماعيلي يكون اخر بطل للدوري العام في مصر فاشتركنا يا كابتن. فوز الاسماعيلي باول بطوله افريقيه تدخل في مصر يوم 9 يناير سنه 70 فرحه كبيره وسط العتمه، العتمه بعد نكسه 67 يا كابتن مش من العتمه بس ده استعداد الحرب 73 لو كناش نعرف الكلام ده بغير لما اتقال ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. في لعبنا بقى في السنه 69 70 مش قبل ليله المباراه لعبنا التحدي الليبي وكسبناه في مصر يعني في ليبيا وحتى يوم ماتش الليبي الاولاني بتاع التحدي ده كان اول ثوره ثوره ليبيا بتاع معمر القذافي. حتى رحنا المطار يوميها اول ما كنا هنروح نلعب ورجعونا لان كانت الثوره قامت لانه كان في سبتمبر سنه 69 ورجعنا وبعد كده بعد اسبوع كانت تكشفت الموضوع الثوره فرحنا وكسبنا هناك بقى 5-0 ورجعنا وكسبنا هنا في مصر بقى 3-0 وبعد كده لعبنا غورمايا الكيني هناك 1-1 وكسبناهم هنا 4-1 وبعد كده لعبنا كوتوكو في كوتوكو 2-2 الكواليس الحلوه والحكايات الحلوه في المعسكرات دي والسفرات